التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة سابع أشواطنا بمجموع الأشواط والذي خصص للجعدان اللقاية المحليات الأصايل، انطلاقة هذه الأسماء واندفاعت هذه الشعارات بحثا عن ناموس هذا الشوط من تحفة ميادين السباقات وميدان المرموم. أتقدم مع الأسماء المنطلقة والمندفعة، أتقدم مع المركز الأول وأتابع الصدارة والمقدم في هذه اللحظات. يتقدم شاهين ركان بن محمد بن سعيد العمري، يتقدم على المركز الأول شعار ولد السهران مقدما شاهين، المركز الثاني قادما ممنوع محمد بن سهيلب الغبشي الشريفي قادما على المركز الثاني وغير ممنوع، خطف الصدارة في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع مشغل أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي القادم على المركز الثالث، والمركز الرابع شاهين صالح بن هزيم بن سيف المزروعي القادم على المركز الرابع، والنقلة إلى المركز الخامس. نتابع الاسم القادم في هذه اللحظات، مشكور عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري القادم على المركز الخامس والسادس. مراكزنا من الجانب الآخر، يتقدم في هذه اللحظات الراعبي القادم علي بن غانم بن علي المنصوري، والمركز السابع النقلة للمركز السابع، يأتي الواعي عبد الله بن حمد بن راشد العمري يقدم هنا انطلاقات وتحديات الواعي على المركز السابع، والمركز الثامن يتواجد نايف لأحمد بن يمعى بن عوض بن مبارك عزيزي القادم على المركز الثامن. تاسع مراكزنا يأتي في هذه اللحظات، معتاد القادم سهيل بن راشد بن نايع الغفلي القادم مع معتاد، والمركز العاشر ياتي شاهين لعبد الله بن محمد بن حاذة الاكتبي. هكذا هي النتيجة والنداء الاول، اذاعتنا الاولى للعشر المراكز الاولى المتقدمة في هذه اللحظات. ما شاء الله مع انطلاقة هذه الاسماء والاشواط المحليات الأصايل، اللقاية ذهب مع شعار الجريء لمن ثاني أشواطنا في المحليات الجعدان، اللقاية مع انطلاقتي وتحدياتي سابع أشواطنا من أرضية هذا الميدان. نعود إلى الصدارة، ممنوع ممنوع المركز الأول، ممنوع ممنوع ما شاء الله، مانع الكل مانع الكل من التجارب تجاوز طائرا بالصدارة وبالمقدمة شعار محمد بن سهيل بالغبشي الشريفي. ما شاء الله يتقدم على المركز الأول هنا وعلى الصدارة مع اقترابنا للوحة 2 كيلو متر. المركز الثاني مشغل الرميثي قادم مقدما مشغل أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي القادم على المركز الثاني والمركز ثالث. يا سلام يا سلام يا سلام على اللي قادم شاهين صالح بن هزيم بن سيف المزروعي ولد السهران قادم الراكان بن محمد بن سعيد العمري مقدم شاهين على المركز الرابع والمركز الخامس. نايف نايف القادم احمد بن يمعى بن عوض بن مبارك العزيزي القادم على المركز الخامس والمركز السادس. نايف
ناسي القادم اول ندى لناسي في ندانا الثاني سعيد بن بطي بن محمد بن مصبح الشامسي يقدم ناسي على المركز السادس. نتابع الاسماء القادمه. المركز السابع يتواجد الواعي يتقدم عفوا هذا معتاد سيل بن راشد بن نايع الغفلي القادم مع معتاد وثامن. مراكزنا شاهين لعبد الله بن محمد بن حاده الاكتبي والمركز المركز التاسع وصل مرضي اول ندى لمرضي سالم بالعبد الوهي بقادم. 1200 ما تبقى عن خط النهاية ومشكور عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. غادرنا لوحة الكيلومتر الأخير لمن سامع الأشواط الجعدان المحليات الأصايل اللقاية ما شاء الله 5 أسماء في موقع واحد في هذه اللحظات. نعود إلى الصدارة. غير نايف 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 ومشغل ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقات والتحديات. ولكن العمري الواعي يتقدم على المركز الأول. الواعي الواعي على الصدارة والمقدمة. ولكن شاهين شاهين ركاب محمد بن سعيد العمري يتقدم على المركز الأول. شعار ولد السهران على الصدارة. نايف نايف العزيزي قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن ولد السهران ركان ركان بن محمد بن سعيد العمري يتقدم ويقدم شاهين على المركز الأول. السلالة الشاهينية في شوط المحليات الأصايل. شوف القادم نايف نايف على المركز الثاني. ولكن سلام نايل السلطنة. تهانينا والناموس لولد السهران ركان بن محمد بن سعيد العمري على فوز شاهين مع انطلاقات وتحديات المحليات الأصايل. سلام بدية سلام. المركز الثاني وصل نايف لأحمد بن يمعة بن عوض العزيزي. والمركز الثالث مشغل لأحمد بن سعيد الرميثي. والمركز الرابع الواعي لعبد الله بن حمد بن راشد العمري. والمركز الخامس وصل مرضي لسالم بالعبد بالخميس الوهي بي. هكذا هي النتيجة. هكذا هي الانطلاقات. ما شاء الله ولد السهران حضر في هذه الانطلاقات. بو محمد وركان 7:42 جزء واحد من الثاني. ركان كان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري. سلام يا السلطنة وتهانينا والناموس لمالك شاهين. المركز الثاني 7:44 5 أجزاء من الثانية. نايف اللي وصلنا على المركز الثاني. نايف لأحمد بن يمعة بن عوض بن مبارك العزيزي. المركز الثالث نتابع المركز الثالث وتوقيتنا للمركز الثالث نتابعه في هذه اللحظات. 7 دقائق نتابع وصول المركز الثالث واللي وصلنا مشغل الرميثي. 7:48 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي. تهاني